لازالت الأحداث في ورقلة إلى حد الساعة، اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين بإطلاق سراح المناضل عامل قراش، يسقط حكم العسكر، يسقط حكم الظالمين، تبون مزور جابوه العسكر، دولة مدنية ماشي عسكرية، استمرار الشعب حتى إسقاط هذا النظام الظالم الذي يستخدم كافة قوته لقمع المتظاهرين. هي الآن تشتد الاشتباكات والتي يستخدم بها قوات الأمن خرطوش الحي، وإصابات كثيرة في صفوف المتظاهرين الذين هم الآن يحاصرون إحدى مراكز الشرطة في مدينة ورقلة. الآن كما ترون اشتدت واشتدت كثيرا هذه المظاهرات. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسرى واعتقالات كبيرة في صفوف المتظاهرين وجرحى في صفوف الشرطة كما ترون. Thank you.